اهلا وسهلا بيكم. حلقه جديده من عيش وملح، وموضوعنا مكملينه مش جديد. الحلقه اللي فاتت امبارح ابتدينا مجموعه حلقات عن المحاشي. ليه؟ علشان المحاشي كتير قوي حاجات في الدنيا دي بتتحشي، ما بين خضار وما بين كمان طيور، حمام وسمان وديوك وبط، كل ده بيتحشي، ده بجانب الخضار. فاحنا مركزين الاول في الخضار. امبارح عملنا ابتدينا من البداية المنطقية خالص. أول حاجة عملناها في حلقة امبارح كانت محشي الدولمة، اللي هو الأكلة المصرية جدا جدا، أو اللي بقت مصرية طبعا، هي أساسها تركي. الأكلة اللي هي كلنا فتحنا عينينا أكلنا محشي حلو، وده اللي احنا نعرفه للمحشي. هو احنا نعرف المحشي كده، ومحشي خرشوف مثلا، يعني محشي بالنسبة لنا تبقى هي المنظر اللي احنا شايفينه ده، مع إن ألف حاجة ممكن تتحشي. لو ألف حاجة يبقى بألفين حشوة، الحاجات اللي تتحشي كتير والحاجات اللي ممكن نحشيها بيها كتير. اتفقنا في الحلقة اللي فاتت إن إحنا بنحشي رز بس، لأن مصر مليانة، يعني مليانة رز، ومصر مشهورة بالرز، والرز مشهور بمصر، اسمه رز مصري، بيسموه برا الرز مصري. فإحنا بنحشي رز. في ناس تانية بتحشي فريك، وده برضو لسه في مصر. في ناس زي الشوام بيحشوا برغل، في ناس زي الاوروبيين البلاد الساقعه اللي ما بيطلعش فيها رز وحاجات كده بيحشوا بطاطس، بيجيبوا برضو الخضار بتاعهم وبيحشوا الفلفل مثلا وبيحشوا بطاطس. في بلاد ممكن تحشي كسكسي، وفي ايه تاني، طبعا الكل ممكن يحشي لحمه مفرومه، بس بتكلم عن نشويات. وفي حاجه اسمها كينوا بقت بتتحشي، وكل ما هو، والشعريه ولسان العصفور ممكن جدا يتحشوا، بنحشي حاجه الشعريه او لسان عصفور، كل ما هو نشوي قابل انه يكون حشوه، لان كل النشويات بتمتص السوائل وبتاخد الطعم وبتشبع وبتبسط الناس وهي بتاكلها. احنا عملنا المحشي بطريقه صحيه امبارح، وهنراجع. كان مهم قوي، كان عندنا تكات، مش بس تطلع المحشي كويس، تطلع المحشي صحي، اكله صحيه جدا ما تتخناش، هنرجع عليها في اخر الحلقه. لكن دلوقتي هنكمل في الحلقات دي هنعمل ايه. كل حاجه من محشي الدولمه اللي احنا ابتديناه ده، المنظر اللي احنا متعودين عليه، هناخدها ونحشيها بطريقه تانية. احنا في الحلقه اللي فاتت مع الدولمه حشينا الفلفل الاحمر ده، الحلقه دي هنحشي الكوسه، وهنحشي خرشوف، وهنحشي لو في وقت طماطم، حشوة جديدة، نفس الحاجة بحشوة جديدة. أنا مبتدية بالكوسة بسرعة جدا، عايزة ألاقي كوسة أهي، عندي كوسة مش متقورة عشان إحنا جايبين حاجات مقورة. مهم قوي اللي مش متقور ده، علشان تقوير الخضار حاجة مهمة قوي، وأحد الممارسات اللي مش لطيفة اللي إحنا بنمارسها في مطبخنا المصري لما بنيجي نقور. ليه؟ علشان كانوا الستات زمان الكبار، الستات العواجيز، كانت لما واحدة تيجي تقور الخضار نص نص تقول لها يا خايبة وده تقوير ده، وتدهولها تقول لها عيدي عليه. الحقيقة انه ده غلط جدا، لان احنا مش عايزين نطلع قلب الخضار اللي هو مفيد ومغذي واكل ونرميه في الزبالة، ونفضل حفرة فجوة حفرينه رميين الاكل في الزبالة وحاطين حاجة مكانها ويكون ده كتير، احنا مش عايزين ده كتير. فالمفروض نبتدي نعود نفسنا على عادات صحية. فلما نيجي نحشي الخضار على قد ما نقدر نسيب حبة خضار، مش كله نطلعه بره وننتهي ان احنا عندنا جلدة كده شايلالنا رز وشايلالنا حاجات تتخنا، والخضار اللي يفيدنا ويغذينا ويكبرنا ويحلينا ويأخر الشيخوخة عننا ويأخر المرض نرميه في الزبالة. احنا طبعا ما بنرميش حاجه في الزباله، احنا هنرميه هنا مش في الزباله. الوصفه اللي احنا بنعملها دلوقتي محشي كوسه لبناني، او لبناني وسوري، مش قادره اقول لبناني عشان الناس التانيه ما تزعلش. شامي بياكلوه الشوام. انا زي ما قلنا مش هرمي كل الكوسه في الزباله خالص، انا هقوره وهيتحشي بس هيفضل في حاجه. عندنا دول متقورين جاهزين طبعا علشان الوقت. برضو في حاجة أنا بفضل إن أنا ما أعملش الكوسة كده، في ميزة إن هي تتعمل شكلها بتبقى ألطف شوية، وكمان بتستوي أسرع. أنا ما بحبش خالص أشرط الكوسة بالشكل ده، ما بحبش خالص أعمل الشروط اللي بتتعمل دي،
ليه؟ لان الجزء الاخضر ده جزء مفيد، يعني اللون الاخضر ده اللي احنا بنشيله مش لازم نشيله، ما نحكوش، نسيبه بخيره كده. طيب هايل. الحشوه بقى دي كوسه باللبن شامي، لطيفه جدا. انا عملتها بالمناسبه مرتين قبل كده في سفره، بس انا لما بتبقى وصفه انا حباها بحس ان انا ممكن اعيدها، لاني عايزه كل الناس تعرفها وتجربها. انا هجيب لها بصل، وعايزه ايه تاني؟ وتوابل، ثوم. احنا هنعمل الحشوه بالظبط كان شبه قوي ما بنعمل كفته، بمعنى ان هي حبه هنتبل لحمه مفرومه كويس قوي ومتبله، ده على قد الكام واحده دول يتحشوا، هيزيد كمان. وادي تتبيله البصل، واحط شويه ثوم مفيش مانع، وملح وفلفل، واللي بيحب بهارات يحط، ما بيحبش مش مشكله خالص. تتبيله بسيطه جدا كده. دي عندنا حشوتنا كده، الحشوه لحمه اول عن اخر، لحمه بلحمه. وهي الكوسه من اكتر الحاجات، يعني عارفه لو جبتوا بنجان وحشيتوه لحمه ما يبقاش حلو، فلفل وحشيتوه لحمه ما يبقاش حلو. الكوسه علشان هي دلعه قوي فعايزه حاجه فيها سبستنس، حاجه تقيله. البدنجان عشان هو نفسه طعمه ملحم شويه، يعني البدنجان جايب على اللحمه كده ملحم، يعني ما بيلقش عليه اللحمه. فهي انتوا هتحبوا قوي الكوسه دي، لحمه مفرومه المفروض وشين عشان تبقى سهله، نيه ومتبله بالبصل وملح والفلفل والبهارات اللي بتحبوها او من غير بهارات. انا بحب دايما مع اللحمه المفرومه جوز الطيب، يعني اساسي. الاكله دي ليها طريقتين، او اكشولي ليها طريقه، اللي انا بعمله مش الطريقه التقليديه، الطريقه الصحيه. ليه؟ لان دي بتتحشي لحمه معصجه وبعدين بتتشوح، يعني الكوسه بيجيبوها يحشوها لحمه معصجه ويشوحوها في الزيت فتشرب زيت وتبقى حلوه اكيد، وبعد كده يحطوها في صوص زبادي، صوص معمول بزبادي وتوم ونعناع هنعمله مع بعض. دي الطريقه التقليديه اللي الشوام بيعملوها. احنا عملنا، او انا لما اتعرفت عليها بطريقه اول مره ادوقها اكلتها معموله بطريقه صحيه جدا ولقيتها حلوه وعجبتني، فمن ساعتها ما عنديش سبب يخليني اجرب الثانيه اساسا. يعني انا حبيتها قوي وهي صحيه مسلوقه، بدل ما مقليه في الزيت مسلوقه، ولان هي كانت حلوه فحتى ما جربتش الاصليه اللي هي بالزيت طعمها عامل ازاي. فاكرين واحنا بنحشي الحلقه اللي فاتت، واحنا بنحشي الدولمه كنا قلنا ما نكبسش في الحشو قوي علشان الرز ياخد وقت يستوي. احنا هنا دي بنحشيها لحمه نيه، برده مش هنكبس قوي، نقدر نكبس شويه، مش ما هياش زي الرز، مش هيحصل مشاكل، بس عشان حتى اللحمه جوه ما تبقاش بتعض كده، ما تبقاش قفشت وبتعض. الوصفه وصفتكم، تبلوا اللحمه الطعم اللي بتحبوه. انا حطيت بصل وثوم وملح وفلفل، وجوز الطيب انا بالنسبه لي اساسيه مع اللحوم. المهم ان بقى عندنا لحمه نيه. بفكركم تاني عشان اي حد شوام من الشوم بيشوفون، دي مش وصفه تقليديه. الوصفه التقليديه ان هم بيحطوا لحمه متعصجه جاهزه مش نيه، وبتتشوح على النار في زيت. انا عرفتها دقتها اول ما جربتها بطريقه صحيه، ومن ساعتها عجبتني، ما عنديش سبب يخليني اجرب حاجه مقليه دلوقتي. هنعمل ايه؟ اللي احنا حشيناه ده هنحطه في ميه، هنلاقيه كمان شويه. ما ننساش الملح، مهم جدا 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 الميه تكون مملحه، ما ينفعش احط ايته خضار في ميه مش مملحه كفايه. الطعم كله، طعم الخضار كله بيحلو على شويه الملح دول، على حس الملح ده. فاحنا هنحطها في ميه مملحه، ولان هي اللحمه نيه هنلاقيها بتطلع ريمه، زي اي لحمه نيه هتطلع ريمه. انا اخدت الريمه من شويه وكده. احنا مش هنسلقها، يعني مش هنستنى لما تتهري خالص، بس تبقى خلاص ايه تقريبا مستويه الا حته، علشان نكمل سواها في الصوص الزبادي اللي هنعمله.
الصوص ده بيتعمل بيه كوبيبه، بيستوي يعني الشوام بيسووا فيه كوبيبه، بيسموه كوبيبه لبنيه، اللي هو اللبن ده اللي احنا زبادي، اللي احنا بنقول عليه زبادي. فبيحطوا عليه ايه؟ ادي زبادي، وبيحطوا على الزبادي ثوم. خليني اجيب معلقه حلوه اهي، حط على الزبادي ثوم، حلو، كميه كويسه. وساعات يحبوا يصفوا الزبادي يخلوه شبه اللبنه، يعني ينزلوا شويه الميه اللي فيه، يحطوه في شاشه ينزلوا شويه الميه اللي فيه، بس ده مش مهم. ملح وفلفل، لا الملح والفلفل هنا، انا رايحه لهم هناك. ادي ملح وادي فلفل، الزبادي لما بينزل على نار اول ما بيغلي بيخرز، بيبقى مخرز كده زي البودره وبيفصل، يعني الميه تبقى لوحدها والسوليدز او الحتت الجامده تخرز. فاحنا ابدا ما بنحط الزبادي، لا اما في ناس بتحطه تبقى شاطره قوي قوي وعارفه هي بتعمل ايه، فتحطه وما تخليهوش يوصل للغليان، يسخن بس ما يغليش فما يخرزش. لو حد مش واثق في نفسه قد كده، وانا بفضل يعني ان احنا ما نثقش في نفسنا قوي في حته الزبادي دي، بيحط عليه نشا، ممكن ندوب النشا في الزبادي وممكن ندوبه في ميه، بيحط عليه نشا بميه، فالزبادي النشا بتمنع الزبادي، النشا او الدقيق، بس احنا بنحط نشا علشان بتمنع الزبادي ان هو يخرز مع السخونه. ده اللي احنا هنعمله دلوقتي، عايزه حاجه ادوب فيها النشا، مش هاخد طبعا كل ده، هاخد حبه منه كده كفايه قوي. وانا معلش بحب دايما ادوب النشا بايديا عشان انا بحس ان هو بيعذب، بيدوب بطيء قوي الا لو دوبناه كده بصوابعنا. وكده بقى عندنا الصوص الزبادي بالثوم، ولسه هيجيله النعناع. طيب كده احنا خلصنا، نكاد نكون خلصنا اول وصفه. مطلوب ايه؟ مطلوب ان الصوص ده يسخن بس، يبقى قرب يغلي قبل ما نسقط فيه الكوسه اللي هي مفترض ان هي دخلت على السوا، او يعني استوت الا حاجه بسيطه قوي، اللي هو الا الكام دقيقه اللي هتتقلب فيهم في الصوص ده عشان تتاكل بيهم. طيب نبتدي نحط وكده. خلاص المساله مساله دقايق، الصوص ده هو والكوسه ياخدوا من بعض كده ويغلوا مع بعض، واحنا كده نبقى خلصنا الاكله الاولانيه اللطيفه دي، ونطلع فاصل ونرجع نشوف ايه تاني من الحاجات اللي موجوده من محشي الدولمه ممكن يبقى محشي متغير شويه عن المحشي اللي احنا نعرفه. نكمل حلقه حلقات المحاشي، هم حلقات كتيره. احنا فكره حلقتنا ان احنا كل حاجه احنا بنحشيها في المحشي ده بنقدر ناخدها ونعمل لها حشوه تانية خالص. الحشوات كتير، الحشوه دي بتعمل اكله مش رئيسيه، اكله خفيفه. احنا هنحشي طماطم، هنحشي طماطم وهنحشيها المره دي مش بحاجه نشويه، هنحشيها بجبنه. فهي اكله ايه يعني، سريعه وخفيفه، ما هي زي ما بيقولوا طبق جانبي، ما هياش طبق يعني يتاكل اول عن اخر ويبقى مشبع قوي، بس تتاكل جنب حاجه يعني لطيفه قوي، مثلا جنب الواحد عنده فراخ لحمه حاجه كده ويبقى جنبها الطبق ده. حلوه قوي كمان، شكله حلو قوي، فينفع لما يكون في ضيوف في عزايم او حاجه لانه بيطلع شكله لطيف. بس كده هنحشيها ايه؟ المفترض ان احنا دايما لما نيجي نطبخ حاجه يعني نعمل حاجه هتتحشي، دايما 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 نحضر الحشوه قبل ما نحضر الخضار، يعني نسيب الطماطم ونحضر حشوة الطماطم. احنا هنحشي الطماطم دي جبنة قريش، جبنة وطماطم طبعا يعني توليفة قديمة جدا يعني مضمونة. كده هنهرس الجبنة القريش، وعايزينها بقى حلوة. اولا الجبنة دي ممكن نستخدم قريش، وممكن نستخدم ريكوتا، ريكوتا احلى،
وممكن نستخدم، هي اصل الوصفه دي بتتعمل بجوت تشيز او اللي هو جبن الماعز اللي هو جبن عظيم جدا جدا طعمه حلو قوي. انا ما عملتوش لانه غالي، مش كل الناس بتعرفه، مش كل الناس بتجيبه، فانا قلت ايه نبعد عن الحدوته اللي مش كل الناس هتلاقيها. جبن الماعز يشبه الجبنه القريش، انتوا عارفين لبن الماعز، لبن الماعز يعني يعتبر ان الدسم فيه قليل قوي، ان الدهون فيه قليله قوي. انا عايزه اخد، هسيب البياض وهاخد الصفار. فنرجع للبن الماعز. لبن الماعز لبن بيعتبر البان الماعز عموما، لبن سواء جبنه او لبن، لبن الماعز اخف، دسمته اخف من اي لبن تاني، من البقر او الغنم اللي هو الضاني او اي نوع من المشايه يعني. فاحنا عشان مستخدمين القريش اخف، لان القريش حاجه منزوعه الدسم خالص، فانا بزود الدسم بحبه بيضه بصفار البيض، هيديني الشكل اللي انا عايزاه او هيديني الدسم اللي احنا عايزينه. يبقى كده حطينا. ممكن نعمل ايه كمان؟ عايزين نحط هوت صوص، عايزين نحط توم، عايزه احط ايه كمان؟ عايزه احط بقى حاجه عشبيه على ذوقنا، اللي بتحبوه حطوه، بس انا هحب احط الشايفز. خليني الاول اهرس التومتين دول، اكشلي على شويه الجبنه الصغننين قوي دول، فصين هيبقى كتير، فص واحد كفايه. خلاص ادي اخدنا التوم، ناخد بصل اخضر او شايفز، الاثنين شبه بعض. الشايفز ده يا جماعه اللي هو اللي ما مش عارفه، ده اللي بيبقى اسمه توم معمر، هوريكم اهو الزحمه، الدنيا زحمه هنا، بس انا بحب قوي لما الدنيا هنا تبقى زحمه، احس ان ده خير، فانا عايزه على طول الخضره زحمه. طيب انا مش لاقيه، نشيل شويه الصفر دول. ونقطع كده. ده قلنا اسمه توم معمر، ما بين طعم البصل الاخضر على سنه نكهه توم صغيره كده. ممكن نستخدم اي نوع من الاعشاب، مش لازم الشايفز. ايه تاني؟ قلنا عايزين نحط هوت صوص علشان يبقى مشطشط ولذيذ. عايزه احط زيت زيتون، زيت زيتون مفتخر، علشان زيت الزيتون بيخلي كل حاجه في الدنيا انعم واحلى. الكثافه بتاعت زيت الزيتون، التقل بتاعه، الكثافه اعلى من اي زيت تاني، اعلى من الزيوت العاديه، وبيتحس في البق، بيتقري، يعني بيتقري ان في حاجه ناعمه وكثيفه ولطيفه، فهو فعلا حتى كطعم مميز ومختلف عن اي نوع زيت تاني. احنا بنستخدمه على البارد بس. طيب احنا كده زي ما اتفقنا ان احنا هنبتدي نخلص الحشوه قبل ما نبتدي في الشغل، فاحنا كده خلصنا الحشوه الصغنونه بتاعتنا. نبتدي بقى ناخد الطماطميه، مش نقورها، اتفقنا مش هنرمي ابدا، مش هنرمي ابدا اكلنا وشربنا، يعني احنا هنقور تقويره خفيفه. وهنبقى عايزين ايه تاني؟ نبقى عايزين نملحها، مهم قوي، مهم قوي ان احنا ما ننساش التفاصيل دي، بتعمل كل الفرق، التفاصيل الصغيره بتعمل فروق كبيره. ونديها معلقه حشو، ونلبسها، بس دي مش بعدين بقى، بعدين نفضل نلبس. خليني اقطع دي كده الاول عشان الدنيا ما تتعصرش، لما بتبقى ناشفه ما بتطلعش كويس بالمعلقه، بتبقى عايزه سنه سكينه. ونملح تاني اهي، نديها ملحها. ممكن اللي بيحب ليمون يعصر دلوقتي عصره ليمون جواها، اكيد برضو هتخلي طعمها احلى.
خليني ادوس كده شويه. وهلم جره وهلم جره. يلا ايه تاني من المحاشي ممكن نحشيه بطريقه تانيه؟ خلينا نبص كده على حله المحشي، حله الدولمه اللي معانا. البدنجان الاسود ممكن نحشيه بطريقه لطيفه قوي، هنعملها في الحلقات الجايه، اللي هو وصفه اسمها شيخ المحشي او امام بيلدي، وصفه تركي اسمها امام بيلدي. وهنعمل ايه تاني؟ هنعمل ادينا بنحشي الطماطم، حشينا الحلقه اللي فاتت فلفل، هنحشي البدنجان، هنحشي خرشوف كمان شويه، هنحشي ايه تاني؟ ايه تاني عايزين نحشيه؟ طيب تيجوا بقى عشان ما تفضلوش قاعدين واحنا بنعمل عمل متكرر ما فيهوش اضافه قويه، نطلع فاصل. انا هعمل بس الاثنين دول، هخلص في الفاصل الاثنين دول اللي فاضلين وابقى خلصت. خليني ارص كمان وانتوا قاعدين عشان يبقى فاضل لي اثنين هعملهم واحنا في الفاصل، ارصهم كده ونرجع نكمل المحاشي التانية. ما زلنا حلقات المحشي بنكمل فكرتنا ان احنا من المحشي الدولمة اللي بناكله كل حاجة هناخدها هنطلع منها محشي تاني. عملنا لغاية دلوقتي الكوسة الشامي اللي هي اهي جمدت وبقت لطيفة، هي يعني هي مش جامدة من تحت، مش المفروض تبقى جامدة بس ده وشها. عملنا الكوسة الشامي اللي محشية لحمة، وعملنا الطماطم ممكن نشوفها هنا في الفرن اهي، نطلعها شوية. حشينا الطماطم بالجبنة هيلة، سايبينها كده تدلع نفسها شوية. ودلوقتي بقى بنحشي خرشوف اللي احنا متعودين عليه، خرشوف بالعصاج. ولاني عايزة لما نعمل حاجة تقليدية ومعارفينها نعمل جنبها حاجة مش عارفينها، مش مهم نعملها، مهم ناخد فكرة عنها، نشوف الناس بتاكل ايه، وفي الاخر حبينا نجرب اوكي، ما حبيناش ادينا عرفنا وتنورنا وما خسرناش حاجة. فلان انا حابة دايما كل ما اعمل اكلة تقليدية يبقى جنبها شكل تاني منها احنا مش متعودين عليه. فهعمل الخرشوف بحشوتين، حشوة اللحمة العصاج العادية خالص، وحشوة تاني بيستخدموها التلاينة، احكي لكم لما نيجي نعملها. التلاينة اللي هو ايه؟ جنوب ايطاليا، اللي هو زي الصعيد في مصر يعني، حتى التلاينة عندهم بحري وابلي. فالتلاينة بتوع جبلي بيعملوا الوصفة دي. طب احنا كده بنعصج اللحمة، المفروض اعلي شوية عشان مش عايزاها تجيب ميتها. وحاجة برضو من اللي بتلفت نظري قوي لما بشوف ساعات حد بيعمل لحمة يفضلوا كده يضغطوا كل ضغطة من دول بالظبط، احنا حاجة فيها مية، سفنجة فيها مية ورحت دويس عليها كده هيحصل ايه؟ هتنزل مية. اوكي، كل ضغطة انا بضغطها على اساس ان انا بسخن اللحمة انا بدوس، هي سفنجة فيها عصارة، اللحمة دي زي سفنجة فيها عصارة، انا بدوس على اللحمة او على السفنجة بتخرج العصارة فطعم بيخرج منها ما تبقاش حلوة. لما نحب نكسر اللحمه نكسرها بحاجه كده اهو بسيفها، يعني نمسك المعلقه مش كده، نمسكها كده هتكسر من غير ما نطلع العصاره منها. خلاص تمام كده. نحط دلوقتي صلصه طماطم، يعني عصير طماطم او طماطم مبشوره بالمبشره، انا ما بحبش خالص اعصرها في الخلاط لان الطعم بيفرق. مفيش مشكلة لو حطيت دلوقتي الطماطم باردة، لو حطيت الطماطم باردة طعم الصوص هيبقى حلو، لو حطيت الطماطم سخنة بحافظ شوية على طعم اللحمة، الاتنين شغالين، الاتنين اوكي. وهتبل التتبيلة اللي انا عايزاها، عايزة طماطم تاني، ممكن اخد معلقة كمان. اعلي واتبل التتبيلة بقى، عايزة احط ملح اكيد، عايزة احط فلفل، انا اي حاجة فيها لحمة وبالذات المفرومة من غير ما افكر بحط جوزة الطيب، فانا عندي هنا واحدة بلحة جوزة الطيب اهي اللي بحبه كمان جدا مع العصاج بالذات. قرفة
بحب احط رشه قرفه صغيره جدا لانها لو كترت بتبقى بايخه. وايه تاني؟ وساعات احب احط ندعه سكر لو الطماطم مش حلوه، لو الطماطم فيها حموضه كتيره، او لو مضطره احط صلصه طماطم، بالذات لو هحط صلصه احط ندعه سكر. يبقى حطينا ملح وفلفل وندعه سكر وجوزة الطيب وقرفه، انا بالنسبه لي كده ده هايل. تيجوا احط معلقه صلصه، انا مش من هواه الصلصه قوي بس خليني احط معلقه صغيره جدا قد ما كده فتفوته. بس خلاص كده احنا حشوتنا جاهزه نطفي. طيب دي الحشوه التقليديه، ايه رايكم نعمل الحشوه اللي مش تقليديه اللي هي بتاعت جيبلي ايطاليا؟ حشوه جيبلي ايطاليا بقى عشان هم ما عندهمش لا لحمه ولا حاجه حرام، فعندهم بيجيبوا العيش اللي بايت وبيطحنوه او بيفتتوه فتفات صغيره قوي، وبفنهم وبفن اي حد الموارد عنده قليله. الناس كل ما مواردها قليل تقل كل ما الفن بيفن وبيبدعوا، لان الحاجه ام الاختراع. الناس دي عندها شويه عيش فبتروح تدي تخلي العيش ده طعمه حلو قوي بتوليفه بقى. شوفوا احنا هنحط ايه على العيش. احنا ما عندناش ما لقيناش العيش ده، او يعني هنحط بداله هنستعيد عنه ببقسماط. اوكي اجيب لكم المقادير، بصوا بقى ممكن نحط بقسماط او زي ما قلت لكم عيش يكون بايت قوي، بايت يعني ونشف فنفوته كده في الخلاط فيتفرفت خالص يبقى فرافيت عيش ونستخدمه، او البقسماط ده. عندهم ايه بقى؟ عندهم زعتر، فاهي حاجه بثلاثة صاغ. عندهم طماطم، قلنا ده اقليم بحر متوسط اللي هو زي جونا بالظبط، فادي كمان طماطم. البصل رخيص وفي كل حته فبيحلوا اكلهم بالبصل اهو، يلا نخلصه. ايه تاني ناقص؟ زيتون، وناقص كابري. هم عندهم كابري كتير، الكابري ده بالنسبه لنا غريب، ده الكيبرز اللي هو حاجه طعمها جايب على زيتون اهو، بس طعمها لذيذ ومملح وحلو. فهيبيعملوا ايه بقى؟ يفتفتوا الكيبر والزيتون ده كده، ادي يا جماعه احنا عاملين الحشوه التقليديه والحشوه اللي مش تقليديه. ادي اهو كيبر وزيتون خلصنا، ناقص جبنه، بس قبل الجبنه ما احطها عايزه السكه سالكه كده انزل الاول زيت الزيتون احنا هنا. انا عايزه اتاكد بس ان الدنيا قوامها لطيف. قوامها حشوه اهي، دي كده بصوا تتحشي، قوامها مظبط معايا. ولسه لما نحط الجبنه هوريكم تاني مره كمان قوامها. يلا جبنه بزياده، بصوا عامله ازاي اهي، اهي طريه تتحشي اهي. يلا ادي الخرشوفات يلا، وادي الحشوتين. انضف هنا اشيل الحاجات دي. بصوا بقى نبتدي بهذه الحشوه، برضو حابه بحب اطمن، عايزه ادوق مش عايزه ابقى مطمنه قوي كده وانا مش ضايقه. تحفه معديه، طماطم فيري فريش، وعلشان ما تسبكتش قوي فحلاوتها فيها تحفه. انا جايبه خرشوف مجمد جاهز علشان احنا الاوان ده احنا دلوقتي مش اوان الخرشوف، بس انا على حبه عيني يعني
متأكدة أنا ما هصدق أول ما الخرشوف اللي بحقه حقيقي الصاحي هيطلع. فورا فورا هنعمل خرشوف اللي بحقه حقيقي. وبعدين بعد ما عملنا شوية دول لازم طبعا نعمل شوية من الحشوة التانية. يلا نجرب الحشوة المفتكسة دي اللي احنا التجربة الاختراع دي. هي مش اختراع على فكرة، أنا مش مخترعاها، مش افتكاسة يعني، هي فعلا زي ما بقول لكم هي حشوة إيطالي. الله حلوة. خليني أكبر شوية ده. بصوا أهو إحنا كده عملنا اتنين، أنا هعمل التلاتة اللي فاضلين وهلم جرة وهلم جرة، نشاط متكرر. يبقى ما نعطلكمش، قوموا كده مشوا رجليكم، اشربوا حاجة، تعالوا لنا ما تتأخروش. قبل الفاصل كنا بنحشي الخرشوف، الحشوة اللي احنا كلنا حافظينها اللي هي بالعصاج الطريقة اللي احنا بنحبها اللي هو تحفة برضه، وكنا بنحشيه بالخلطة الإيطالي الأرداحي شوية بالبقسماط أو بواقي العيش. بس هو عموما يا جماعة ده متبع في بلاد كتيرة قوي قوي، بتحشي بواقي العيش يعني، ما هيش مش بس أرداحي يعني، لغاية دلوقتي بيعملوا كده. ودلوقتي خلاص حشينا المنظرين، وانا حابه ان احنا حاشين الاثنين مع بعض علشان يبقى ندوق ده وندوق ده، وحاجه عارفينها حاجه نتعرف عليها. ده هيدخل الفرن، وعشان يدخل الفرن لازم يكون فيه شويه سائل عشان يستوي فيه. هو مش هياخد وقت طويل لان احنا مستخدمين خرشوف مجمد، لو الخرشوف ده فريش او طازه كان هيبقى لنا يعني، كنا هنعمل بنفس الطريقه بس كان هيطول اكتر. فكده احنا حطينا، عايزين نحط السائل يبقى لغايه نصه. خليني ابص كده، ده لغايه نصه، حتى كمان حتى كمان، بس برده هو كمان هيستوي بسرعه مش هتلحق الميه تتبخر. اتفقنا؟ طيب ده في الفرن هينشف لو ما اتغطاش، فانا عايزه اغطيه. بحب من باب ان احنا نبقى صحيين اكتر ان احنا ما نحطش الفايل على طول على الاكل، ونحط تحته ورق زبده قبل الفويل اذا احتاجنا نستخدم فويل. احلى حاجه ان يكون حاجات الفرن ليها غطا كمان، ده بيوفر علينا كتير. احنا كده تمام. خليني اصغر الورقه دي. علشان الفويل يمسك على الجناب. لما نحط اي فويل في الفرن في ناحيه مطفيه وناحيه لامعه. الناحية المطفية خليها هي اللي احنا مش شايفينها، لا اللي هي اللي احنا شايفينها، اللي بيلمع لجوه، المطفي لبره. بس كده. وما ننساش نعمل ايه؟ خرمين في الموضوع. بالسكينة كده نعمل خرمين عشان البخار اللي يحب يهرب يعرف يهرب. خلاص اعطي هنا. طيب ندخل دي بقى ونطلع. احنا كنا هنا حاطين الطماطم، اكيد زمانها تكون استوت. الله شكلها يفتح النفس كده، وندخل دي مكانها. يبقى احنا كده النهارده عملنا كام نوع محشي؟ عملنا الخرشوف اللي احنا دخلناه بحشوتين، الطماطم اخدناها من الضلمه وحشيناها بالجبنه القريش او بجبن الماعز بالجوت تشيز، وعملنا الكوسه برده حشو الكوسه، عملنا له حشوه جديده اللي هو باللحمه المفرومه وصوص اللبن او صوص الزبادي، دي هايله برده. خلينا نبتدي نقول يا غرف. ممكن نغرف هنا. الوصفه دي بس ناقصها حاجه مهمه قوي اللي فيها صوص الزبادي، ناقصها رشه نعناع. وتتاكل.
مهم قوي. الكوسه دايما بتحب النعناع، يعني في علاقه ما بين الكوسه. حتى في ناس لما بتحشي الكوسه بتاعت الدولمه دي، الكوسه العاديه بالطريقه التقليديه بتاعتنا، في ناس كتيره بتحط شويه نعناع مع الكوسه تحديدا، يعني تحط شويه حشوه كده بتاعت الكوسه تحط فيها نعناع غير حشوه البدنجان. هايل كده. والصوص ده احلى، يعني الناس هتخلص الكوسه وهتتسلى على الصوص بعد كده، عشان هو كانت الكوسه حلوه فالصوص كمان هايل. طيب خلصنا هذا وذاك. اديكم فكره هنعمل ايه في حلقه بكره. احنا لسه مكملين في حدوته المحاشي، لسه معانا صينيه المحشي اللي احنا بناخد منها مقتطفات وبنعملها بوصفه تانية. ساعات تكون الوصفه غريبه، ساعات تكون وصفه معروفه، زي الكوسه دي وصفه معروفه جدا جدا، كل الشوام بياكلوها. الطماطم دي شويه مش كل الناس عارفاها. بكره في وصفه برضو معروفه اللي هو بيسموه شيخ المحشي، في وصفه شيخ المحشي او الامام بيلدي، هي وصفه تركي مشهوره جدا جدا وانتشرت دلوقتي، اتعملت 100 مره والناس ابتدت تعملها وتحبها. فاحنا بكره هنستغل البدنجان، هنعمل بيه الامام بيلدي، وهنعمل محشي بصل على طريقه برضو بالطريقه العراقيه. العراقيين كتير، ناس كتير مش بس العراقيين بيحشوا بصل، بس العراقيين كمان والسوريين بيحطوا له طعم مميز كده، بيبقى مزز شويتين. فبكره هنعمل الامام بيلدي او شيخ المحشي البدنجان، وهنعمل محشي بصل. والنهارده عملنا الكوسه، عملنا الطماطم، وعملنا الخرشوف اللي في الفرن. بس قبل ما اسيبكم، عايزين الحاجه اللي انا عارفه ان انتم مهتمين جدا بيها، تكات المحشي. وعايزه افرجكم المحشي الاساسي التقليديه جدا اللي احنا عاملينه، افكركم بتكاته ونقول عملناه ازاي قبل ما نخلص المحشي. احنا اتفقنا ان احنا دايما اي حاجه هتتحشي نبتدي نشتغل الحشوه قبل ما نشتغل التقوير او اي حاجه تانية. يعني دايما نبتدي بالحشوه، عشان الحشوه لما بتقعد طعمها بيحلو، مجرد ان هي خلصناها كده وقعدت مع بعضها بتاخد من طعم بعض وبتحلو، غير لما اخلصها واشتغل على طول. هنبتدي بالحشوه. اتفقنا ان احنا تكه مهمه جدا من تكاتنا، ان احنا كميه الرز اللي هنحطها اللي اتفقنا مش هتبقى كتيره، نحط عليها الزيت مباشره والرز ما يكونش مبلول، يكون حتى لو غسلتوه نشفوه. الرز وهو ناشف نحط عليه الزيت ونغلف، ندخل الزيت في الرز، نغلف كل حبات الرز بالزيت. التكايه الصغيره دي هتخلي الرز ابدا جوه، مهما قعد مش هيلزق ومش هيعجن، ومش هنبقى بنقطم المحشي نلاقي الرز كده لوكه كده او معجن كده، مش هيحصل. فهتغلفه كويس قوي الرز، هنغلفه بالزيت قبل ما نحط اي حاجه تاني. بعد كده التكه اللي وراها اللي كانت مهمه جدا، ان احنا هنقطع الحاجات على قد ما نقدر، نتعب شويه ونقطعها على ايدينا. في طريقه تقطيع لذيذه شفناها، هنقطع الطماطم على ايدينا، البصل على ايدينا، الخضر على ايدينا، الطعم بيفرق كتير قوي. والحاجه كده من لما كل حاجه نحطها في الكبه او في الخلاط وتتفرم وتدهس كده وتعصر وتنزل ميتها وما بيبقالهاش اي طعم. هنتبل التوابل اللي انتوا بتحبوها، مبدئيا ملح وفلفل اللي بيحبوا بهارات. وهنبتدي نقور ونحشي. بعد ما التكات بتاعه التقوير، قلنا انه خساره قوي ان احنا نفقد كل الحاجه ونسيب جلده البدنجان بس وكل اللي جوه نطلعه. احنا محتاجين نبقى بناكل خضار اكتر ما محتاجين نبقى بناكل رز وبس. احنا مش عايزين الحشوه، عايزين الحشوه والخضار اللي ماسك الحشوه. لازم نزود اكلنا في الخضار. يبقى لما هنحشي الكوسه او البدنجان هنقور بالراحه، هنسيب حاجه كده لحم كده ناكله، مش يبقى رز في رز في رز. هنتاكد ان احنا القعر بتاع الحاجه اللي فيه اللب واخدينه كويس قوي بالمقوره، بس مش واخدين كل الثمره. هنحط بالذات الكوسه مش البدنجان، اكتر الكوسه هنحطها في ميه بملح، لان الكوسه دلع قوي فمحتاجه تتنقع شويه في ميه بملح عشان نفس الكوسايه تملح وتشرب يبقى لها طعم. ايه تاني كان التكات؟ لما هنبتدي نحشي بقى، نحط الحشوه جوه المحشي، هنراعي ان تكون الحشوه مش متدفسه بزياده، ما نزودش الحشو. بنوصله لغايه نتاكد ان هو واصل لغايه تحت خالص، بس بعد ما نفضلش نهري نهري نهري، لان كل ما يبقى فيه فراغات وكل ما الرز يبقى مش لازق قوي مش جنب بعض قوي، كل ما هيسمح انه يستوي اسرع ويشرب المرقه او يشرب الصلصه او يشرب الحاجه وينفش ويبقى طعم جدا
وبالتالي يستوي اسرع واحسن. وده السبب في ان كتير قوي الناس تلاقي تدوق البدنجانه تلاقي مثلا البدنجان استوى بس الرز لسه محصول عشان حطينا كتير دفسنا كتير ورا بعض. دي كانت كل تكاتنا للمحشي. انا عارفه انتوا قلتوا لي ان احنا نركز على موضوع التكات ده فانا حاضر دايما دايما لما هعمل اي وصفه تقليديه هنركز جدا تكاتها ايه. واخر حاجه عايزاكم بس يعني مش تتقبلوا الفكره، عايزه اوريكم الحشوه خفيفه قد ايه. احنا اتفقنا ان احنا ممكن المحشي ده يبقى اكل الدايت فعلا، ممكن نعمل حله محشي تاكلنا مثلا تاكل كذا نفر على الغدا بجد بثلاث ارباع كوبايه رز. انا مجربه، انا بقول حاجه انا مجرباها، ثلاث ارباع كوبايه رز ممكن تاكل اسره محشي لو احنا حاطين الخضار كتير قوي مقللين الرز ومزودين الخضار، ولو احنا لما حشينا بالراحه. بصوا شكل الخضره وشكل الحشوه قد ايه. لو قدرنا نعمل كده ما تخافوش من اكله المحشي، دي اكله صحيه. حتى لو بتعملوا رجيم تقدروا تاكلوا 10 صوابع محشي تبقوا عارفين ان كل الرز اللي فيها ما يجيبش 3 4 معالق رز بس، وكميه خضار كتيره. دي مش اخر حلقه، زي ما اتفقنا بكره ان شاء الله انتظرونا في حلقه جديده مع المحشي، واشوفكم على خير بكره ان شاء الله.